في حضور عدد من الشخصيات الروحية والسياسية والأعلامية، كرم حزب الوطنيين الأحرار في كسروان الفتوح الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير في حفل أقيم في مدرسة المركزية في جوني، وشددت الكلمات على الدور الذي لعبه صفير في تاريخ لبنان وجهده المتواصل في تكريس العيش المشترك. النائب السابق مصباح الأحدب اعتبر أن صفير كان وسيبقى المنادي بوحدة الوطن. وقفت وكنت المبشرة والراعية لثورة استقلال لبنان الثاني، وتعود بي الذاكرة إلى تلك المرحلة السوداء من تاريخ لبنان، إلى الرد الذي صدر عن أعلى مرجع في سلطة الوصاية أنذاك، الذي قال: كلام البطريرك صفير وبيان المطارنة الموارنة لا يعبر إلا عن فئة قليلة من اللبنانيين، فالمسيحيون قلة وهؤلاء جزء من قلة. نعم صاحب الغبطة، هذا كان كلام من يدعي اليوم حماية الأقليات، ومن يعتبر أن الديمقراطية هي خطر على هذه الأقليات. رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون ثمن مواقف صفير في مسيرته البطريركية. وتصدى البطريرك صفير لكل التحديات والأخطار بقوته الهادئة وإيمانه القوي، غير عابئ بإصرار أعداء لبنان على استهداف بكركي وإبقائها في عين العاصفة. قد تلقى سهام الأقربين والأبعدين، فقابل الحقد بالمحبة، لم يرضخ لضغوط ولم يعر انتباها لترغيب من هنا أو ترهيب من هناك. وبعدما تسلم درعا تقديرية من الحزب، كانت لصفير كلمة استذكر فيها الرئيس الراحل كميل شمعون، معتبرا إياه من الرجال الذين رفعوا اسم الوطن. إن التاريخ تواصل بين الماضي والحاضر، وهكذا يتواصل الحاضرون والذائبون، وينمو الوطن ويتكاثف معرفة وتطلعا إلى مستقبل المشرق، ومن واجب كل جيل أن يكثف ما تركه له السلف الصالح من تراث ثمين لمن سيخلفه في الوطن. وكانت من الحزب لفتة تكريمية للراحل النائب السابق نسيب لحود، وتسلم الدرع التكريمي شقيقه سمير لحود.